بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا رسول الله، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا للمنتجات الفرنسية. هذه حلقة خاصة من مجموعتنا الإخبارية سماشينج نويز، القناة 19، الحلقة رقم 58 بتاريخ 28 جانوري 2021. وهذه ضاوي بالأخضر اليوم، لأنه توقع ما حصلش بس حصل إيجابي. الآن بشرح لكم عليه. توقع من توقعاتي، إذا بتتذكروا كنت أقول لكم أن سوق الأسهم رايح ينهار في أواخر ديسمبر الماضي، في شهر 12 من العام الماضي، وما حصلش الانهيار. ولكن اللي حصل اليوم، أخبار اليوم بتابعوها في جميع الأخبار، في جميع الصحف، في جميع التلفزيونات الأمريكية، خبر مذهل ومدهش بالفعل، ما عمره حدث في تاريخ سوق الأسهم لتاريخه. سوق الأسهم أعلن أنه راح يغلق مؤقتا حتى يسيطروا على الوضع. اللي حصل أنه منهارش، ولكن يجري العمل على إغلاقه مؤقتا لتعديل الأمور ولتحديث بعض القوانين في هذا النظام. والفضل يعود لله عز وجل، ثم يعود إلى الميلينيالز اللي أنا بظل نحكي لكم عنهم. هذول الميلينيالز الأمريكان اللي هم اللي مواليد أواخر القرن الماضي في الثمانينات والتسعينات، وتخطوا إلى الألفينات، في ألف يعني من 1980 1990 وتخطوا عتبة الألفين. هذا نسميهم ميلينيالز، يعني مش عارف شو بدي أحكيها بالعربي، من تخطوا القرن من قرن إلى آخر، هذا معناها. كبدوا أكبر شركتين وصينيتين، وكبدوا الصهاينة اللي متحكمين في سوق الأسهم، كبدوهم خسائر في خلال يومين فقط فاقت 23 مليار دولار. خلنا أشرح لكم شو حدث. اللي حدث امبارح وأول امبارح، بأنه هذول الميلينيالز، انا ليش كنت متوقع انه ينهار سوق الاسهم؟ لانه قلت اذا سحبوا فلوسهم من مدخرات التقاعد تبعهم، الفور او ون كي والراث وكل هالبرامج اللي هم مشتركين فيها واللي بيخبوا فيها اليوم القرش الاسود الى القرش الأبيض إلى يوم الأسود زي ما بنحكيها، اللي هي حسابات التقاعد وكذا، اللي بيقتطعوها منهم من شكاتهم كل أسبوع من العمل أو كل أسبوعين عهوهم يخطوا. أنا قلت إذا سحبوا بمئات الملايين أو يعني مش عفوا بعشرات الملايين، لأنه هم حوالي 60-65 مليون نسمة من سكان الولايات المتحدة، إذا سحبوا كلهم ضربة واحدة كل حسابات التقاعد تبعهم، حسابات التوفير للتقاعد حسب القانون اللي أعطاهم إياه دونالد ترامب العام الماضي لمواجهة جائحة كورونا، وخصوصا اللي خسروا أشغالهم وجلسوا في البيت وكذا، إذا بدهم أعطوهم الحق إنه يسحبوا أموالهم بدون غرامات 10 أو 20%. فأنا قلت إذا كلهم سحبوا ضربة واحدة، إذا بتتذكروا في حلقتي اللي قلت لكم عنها، حلقتين عن انهيار سوق الأسهم عملتهم العام الماضي، إذا سحبوهم ضربة واحدة
وكل واحد عنده معدل يعني بين 20 40 50 60 ألف دولار من هدول في حساب التقاعد. إذا سحبهم وهدول كلهم عادة حسابات التقاعد بتكون الشركات المسؤولة عن إدارتها وضعتها في سوق الأسهم، فإذا هدول سحبوا فلوسهم بدهم يضطروا يسحبوهم من سوق الأسهم فبنهار السوق. هم شو اللي عملوا بالفعل؟ معظمهم سحب فلوسه من سوق الأسهم أو سحب فلوسه من حساب التقاعد، ولكن الآن بدال ما يكون في أصحاب صناديق التقاعد والشركات والبنوك اللي بتعمل الإدارة لهاي الصناديق، بدال ما هي اللي بتكون تعمل الإدارة، لما سحبوها عاودوا حطوها وين؟ في سوق الأسهم. فلذلك اسحب من هون عاود رجع لنفس المكان فما تأثرش السوق منهارش. بس ولكن كيف عملوها؟ تكتلوا بشكل رهيب جدا، وهدول كلهم بتواصلوا اجتماعيا على منصة او بلاتفورم، يعني منصة تواصل اجتماعي اسمها ريدت، فبتواصلوا كذا قالوا خلينا ندخل ونشوف الأسهم اللي الكبار والشركات الكبيرة والمستثمرين الكبار، يعني بيقصدوا فيها الصهاينة والصينيين وكذا اللي بتوقعوا بيعتقدوا انه قاعدين هلا بشرح لكم عن الوضع اللي بيعملوه اسمه اوبشنز واسمه شورت في الانجليزي، هلا بشرح لكم اياه. ولكن اللي كانوا متوقعين هدول الكبار والشركات الكبيره بانه هاي الاسهم رايحه تنزل لانها تاثرت في الاقتصاد واسهمها رايحه تنعدم، فبصيروا يبيعوها بالنازل بدل بالطالع، هذه بسموها شورت اوبشن. هلا بشرح لكم بالضبط كيف شرحته جريده نيويورك تايمز في عددها اليوم. ادخلوا على نيويورك تايمز واقرأوا هاي القصة بالذات كيف حصلت، وبعطوكوا مفهوم عن شو معنات كلمة شورت، يعني انك تبيع بالنازل بدل بالطالع. فهم راحوا الملينيالز هدول استثمروا اموالهم في هاي الاسهم بالذات، بس بدل شو اللي عملوا؟ اشتروه في سعر اليوم وظلوا يشتروا ويشتروا ويشتروا، فلما بيشتروا بزيد الطلب على السهم، شو بيصير في السعر؟ بيطلع لفوق. فاللي كان بايعه شورت، وهلا بفهمكم اياها، هذا خسر قميصه، يعني على البلاطة زي ما بنحكيها، في خسر اللي فوقه واللي تحته. وهدول معظمهم من التايكونز او الأغنياء الكبار، طبعا ما خسرش قميصه وبنطلونه وخسر كل ما يملك، لكن خسر خسارة هزته بشكل رهيب جدا. خليني أعطيكم المثال. أكبر سهمين تم تداولهم في خلال اليومين الماضيات، واللي أدى إنه تتدخل الحكومة وتغلق التداول في أسواق الأسهم في آخر نهار امبارح، وشوية بدهم يخلوه شوية مغلق لحد ما يجلسوا الوضع، لأنه هالمرة تدخلوا لحماية الكبار مش لحماية الصغار، لأنه الصغار ضربوا المقلب وضربوا ضربتهم القاضية للكبار. عشان افهمكم اياها باختصار، لما بتيجي مثلا افضل سهمين اللي تم تداولهم في اليومين الماضيات هما جيم ستوب، وهذول شركة ريتيل او يعني تجارة بالتجزئة، او لهم اونلاين اكتيفيتي بخلوك تدخل تلعب العابهم كذا اونلاين، وباخذوا مقابلة مثلا 10 دولارات 5 دولارات 4 دولارات، كل واحد على هوا الجيم والشعبية تبعتها.
فكانوا هذول يعني في وضع اقتصادي مهزوز جدا. فكان معظم المستثمرين الكبار اللي نسميهم الهج بايرز او اكاونتس، اللي هم الكبار اللي بيقدروا ياثروا على السوق تصاعد او تنازل، ما يكبوا الاسهم او يشتروها وقت ما بدهم فبتحكموا، ولما بيشوفوا انه الاسهم صارت تطلع كثير وكذا بكيشوا بدبوا كل اسهمهم، فبيأثر لانهيار الاسهم كمان حتى يسحبوا اموال الصغار والغلابة اللي هم بسموهم اموال دمب ماني، يعني اموال التافهين او اللي بفهموش في الاسواق. فدائما هذول بيكونوا الضحية، لكن الضحية هاي المرة طلعت ذكية جدا. بما انه معظم التداولات، واحدة منهم جيم ستوب والثانية الاي ام سي اللي هي شركة السينمات اللي موجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واللي في حلقتي عن الصين قلت لكم إن الصين تمتلكها بالكامل. هذول عشان السينما تمسكها وكذا، فالأسهم تبعها بدأت تنزل، وصاروا الناس أو الكبار المستثمرين الكبار يعملوا عليها أوبشنز على هذول الأسهم. الأوبشنز إنه إيش؟ خليني أقول لكم شو معنات سيلينج شورت على حسب ما وصفته جريدة نيويورك تايمز. سيلينج شورت معناها بيجوا هذول الكبار لانهم كبار وعندهم بورتفوليو وعندهم فلوس موجوده اوريدي في سوق الاسهم، فبروحوا لناس عندهم هاي الاسهم تبعت الاي ام سي وتبعت الستاك الجيم ستوب عفوا، وبسالوهم بقولهم عندكم هاي الاسهم؟ في عنا. بستعيروا منهم مقابل مبلغ معين أو نسبة معينة، بيستعيروا مثلا مليون سهم استعارة، وبقول بنرد لكم إياها بعد شهرين، بعد 60 يوم نعاود نرد لكم إياها. فهم شو بيجوا بيدفعوا الفي المتفق عليها لا اللي معاه الأسهم. افرض مثلا أعطيكم مثال بسيط، كان سعر السهم تبع جيم ستاك او عفوا جيم ستاب كان سعر السهم 65 دولار، فبيجي بيقول له واحد من الكبار بيقول له اعطيني هذا ب 65 وانا برد لك اياه بعد شهرين، اعطيني مليون سهم، هاي 65 مليون، بتفقوا على مليون، مليون ونص او مليونين ثمن الاوبشن، الفي تبع الاوبشن هذا، فبداينوهم بعيروهم اياهم. اللي بوخد المليون، اللي بيستعير المليون سهم بدبهم في السوق على طول ببيعهم. فلما بدب مليون ضربة واحدة بصير السهم ينزل، فشو بصير عنده؟ بصير عنده امل انه يقدر اللي معاه كمان اسهم زيه عنده نص مليون مليون، بيشوفوا الاسهم بدات السهم هذا بدا ينزل، بصيروا يكبوا اللي عندهم، فبنزل السهم، فبعاودوا هو بيشتري مثلا ب 30، لما يصير 30 35 بيشتري ب 35، وبعد شهرين بعاود برجعوا للي اتداينوا منه، فبكون عامل له 30 دولار على السهم، وبرجع له الاسهم زي ما هم. لكن شو اللي عملوه الميلينيالز؟ عرفوا انه هاي الاسهم محطوط عليها هذه الاوبشنز من قبل الكبار الهج ماني اللي معاهم الفلوس اللي بيتحكموا في اسواق الاسهم، فاجوا اشتروا هاي الاسهم واتفقوا على المنصه الاجتماعيه ريديت، اتفقوا قالوا بالكوا اشتروا هاي 1 2 3 4 5 اسهم، اشتروا ما توقفوا الشراء.
ضلكوا يرفعوها. فارتفع السهم من 65 دولار الى 500 دولار. فهلا شو بده يصير في اللي اشترى اللي داين الاسهم من اللي كان معاه الاسهم، وعلى اساس انه كب المليون بصير السعر ينزل، بعاود بيشتريهم وهم بالسعر القليل عشان يرجعهم بعد شهرين للي استعار الاسهم منه. شو بصير فيه؟ لما بشوفوا الاسهم صار يطلع ويطلع ويطلع مش واقف، بصيروا يبيع، بصيروا يشتروا نفس الاسهم باسرع ما يمكن. يعني هم اخذوه ب 65، لما صار 100 دولار وفكروا بده ينزل وصار يطلع، بصيروا بيشتروا، صار الزام عليهم يشتروا الاسهم المليون سهم ب 100 دولار عشان يرجعوهم للي استعاروهم منهم باقل خساره ممكن. فهم استعاروهم على اساس 65 دولار ودفعوا له المبلغ المتفق عليه لمده شهرين، مليون مليون ونص، والان طلع السهم صار 100، هاي 35 مليون دولار خسر عشان يشتريهم عشان يردهم، وخسارته تكون 35 مليون دولار مقابل زائد المليونين او مليونين ونص دولار اللي دفعهم مقابل الاستدانه، انه استدان هاي الاسهم. هيك شرحتها نيويورك تايمز، اقرأوها منيح وتمعنوا فيها. يعني هذه شغله متبعه وشغله من يعني عمود من أعمدة التداول في الأسهم، يا بتشتري على النازل يا بتشتري على الطالع. فلما اشتروا على النازل هدول الميلينيالز طلعوا الأسهم ل 500 دولار، 1700% من قيمته، كان 28 دولار قبل أسبوعين، طلعوا له 65 وظلوا ساحبينه، وقفوا لما صار 500 دولار دخلت الحكومة وسكرت السوق. بدها تحمي الكبار. لو كان انهيار بالعكس، والصغار اللي قاعدين بيخسروا وشفطوهم زي ما كانوا يشفطوهم في الانهيارات السابقة، الصهاينة اللي بيتحكموا في سوق الأسهم، كان ما تدخلوش، كان خلوها تمشي خلص، بقول لك امحي ونعاون نلاقي غيرهم، دم بيبل، ناس معتوهين معاهم مصاري مش عارفين شو يعمل، بحطوها وعارفين حالهم رايحين يخسروها. كبدوهم في خلال يومين 23 مليار دولار. امبارح واول امبارح التداول كان حجم رهيب جدا، حجم التداول في سوق الاسهم اللي استثمر من هدول. يعني اعطيكم مثال، استثمر 4000 دولار في هاي الاسهم عمل 67 ألف دولار في خلال يومين. فمن وين اجوا ال 67 ألف دولار؟ اجوا من الكبار اللي كانوا مراهنين على السهم انه بده ينزل، بدل ما ينزل طلع، فاضطروا يعاودوا يشتروا باسرع ما يمكن وباقل خسائر ممكنه عشان يردوه، لانه لو بدهم يشتروه الان على 500 دولار في مليون، هاي 500 مليون، وهو ماخذهم ب 65 مليون. شوف حجم الخسائر. بس 100% داركوا نفسهم لما صار على عتبة ال 100 دولار، قال خلينا نشتري، لانه هذا مبين مش راح ينزل، خلينا نشتري على ال 100، على ال 100 دولار بخسارة 35 مليون دولار. يعني المليون سهم 65 مليون، 65 دولار السهم، اشتروها ب 100 مليون عشان يرجعوها للي استدانوا او استعاروا هاي الاسهم منه. اقرأوا الارتيكل القوية اللي بتشرح هذا الوضع في النيويورك تايمز في عدد اليوم. الكبار خسروا 23 مليار دولار في يومين، والشركتين شركات الصين إلهم ضلع فيها. وهذا بعطيكوا إثبات، أنا حاططها بالأخضر لأنه
انا مش عارف شو اقول لكم. كما توقعت انه سوق الاسهم بده ينهار، انهار، بس انهار ايجابي، انهيار ايجابي لصالح الصغار، لصالح اللي كان يشتغل عامل في ماكدونالدز مثلا، كان يشتغل في عام طباخ في مطعم، الصغار اللي اخذوا فلوسهم وجاهم الاستيمولس تشيك تبعهم من الحكومه، صار تشيكين حطوهم في الستوك ماركت وعملوا فلوس. على كل 4000 دولار عملوا معدل 67000 دولار في يومين. وهاي ال 67000 دولار طلعت من جيبت اللي كانوا اساسا متحكمين في سوق الاسهم، والحكومه تدخلت لتحميهم لتخفف خسائرهم. لكن هذا بثبت لكم، لما انا جيت على حلقه الصين اذا بتتذكروا قلت لكم انه في حلقتين رجعوا لها، الحلقه هل ستنهار الولايات المتحده او هل تستطيع الولايات المتحده تسديد ديونها في خلال عام، والحلقة ختمتها وفرجيتكم كيف انه الولايات المتحدة بتقدر تسدد ديونها في يوم واحد مش في عام، تتذكروا هاي الحلقة. وحلقة الصين اللي حكيت لكم لو بفتحوا الصين، الحرب اللي كانت ماشية من بين الحكومة الامريكية السابقة والصين، انه افتحوا الصين زي ما احنا فاتحين امريكا، يعني الصينيين بيقدروا يجوا ويشتروا عندنا سينماتنا والهوليوود، ويشتروا فنادقنا، ويشتروا كل شيء في امريكا، ويتملكوا اراضي ومزارع وبنايات باسمهم. ولكن الامريكان لما يروحوا للصين بيقدروش يشتغلوا الا عن طريق وكيل صيني، ولازم الصيني اللي يكون الشركه باسمه. لو فتحوها، إذا هدول عمرهم ما بين 25-30-40-45 سنة، جمعوا نفسهم كم بدهم يكونوا؟ 20,000-30,000-100,000 واحد، جمعوا نفسهم وعملوا خطة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وهاي هي الطريقة الصحيحة لاستعمال منصات التواصل الاجتماعي، لتعملوا أفكار وخطط استثمارية وتتواصلوا مع بعض، مش عشان تقدحوا في بعض وتضربوا في بعض ولا كذا. المنصة الاجتماعية اسمها ريدت والكل بيعرفها. هذولا كلهم جمعوا حالهم واتفقوا يمشوا بأسلوب معين في سوق الأسهم ونجحوا فيه وضربوا المستثمرين الكبار. في حلقة الصين قلت لكم لو بتفتح الصين، الأمريكان المستثمر الأمريكي مش بملك 20%، لأن الصين تملك 20% من الولايات المتحدة داخليا بأسمائهم مش ديون، يعني مستثمرين وشارين الأراضي ومعاهم، حكيت لكم الطابو أو التايتل تبع الملكية باسمهم، وشارين وبحرية بيشتروا ببيعوا بتاجروا في الولايات المتحدة. ولكن إحنا عندنا الصين مغلقة، وإذا فتحوها هم بيقولوا الصين للصينيين. حاولت الحكومة السابقة للولايات المتحدة بإغلاق الولايات المتحدة من هاي الناحية، تقول أمريكا للأمريكيين. وهذا كان الخلاف الكبير ما بين الولايات المتحدة والصين، وقد يستمر أثناء هاي الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة. لحد الآن مش عارفين خيرها مش عارفها، لسه ما تبلورتش سياسة الحكومة الجديدة بشكل واسع، وشوي شوي نتعرف نشوف كيف بدهم يمشوا.
مع الصين وكبنوش ومع روسيا ومع الآخرين. ولكن لو تفتح الصين لمدة سنة واحدة فقط، الأمريكان وهيهم أثبتوها بملكوا 60 ل 65% من الصين في خلال أقل من عام، كما بيعملوا في أي مكان في العالم مفتوح أمامهم. المستثمرين الأمريكان أذكياء، يعني بيعرفوا كيف يستثمروا وين يستثمروا. لما بيجمعوا حالهم، هذا كمان بعطيكوا إثبات بأنه في الاتحاد قوة. لما اتحدوا مع بعض عقلية واحدة وعملوا خطة ونفذوها، ضربوا هذه بسموها زي ما سمتها السي ان ان وزي ما سمتها جريدة النيويورك تايمز، انه ديفيد فيرسس جولايث، يعني ديفيد المستثمر الصغير. حتى في منهم هاي سكول، دخل واحد بهاي سكول حط 700 دولار، مش عارف كم عملهم، 3000 3500 دولار في خلال يومين. فهاي التوقع، هل زبط ولا ما زبطش؟ هل انهار سوق الأسهم؟ ما انهارش بس أغلق. فأنا هذه أفضل توقع خسرته إيجابيا في حياتي. السوق ما انهارش، ولكن ولا بتخطر على بال أي متوقع انه تصير مثل هاي الحركات، لانه الناس هذه من الدروس اللي علمتها او علمها الكوفيد 19 للي جلسوا في البيوت، ما جلسوش على الفاضي. فاعتبروا يا اولي الالباب، عشان فرجيكم انه ايش بيصير في هاي البلاد. عطول بجلسوا، عطول بيقعدوا يفكروا، بفكروا خارج الصندوق، بيقعدوش يتولولوا يقولوا يا ربي شو بده يصير وشو كيف الظروف ماشية وإذا بدنا نعيش وإذا بكرة راح يكون على طاولتنا في خبز ولا شوربة ولا، ما بيقولوا هيك، بفكروا عطول. طيب هذا الحدث صار، كيف نتأقلم وكيف نتفاعل معه وكيف نتغلب عليه؟ تفضل على منصة التواصل الاجتماعي ريدت REDDIT معروفة، جمعوا نفسهم، عملوا استراتيجية، لعبوها بكتلة واحدة وأثبتوها ونفذوها بكل دقة، وتفضل هاي الريزلتس، طلعوا ب 23 مليار دولار في خلال يومين، قد ميزانية بجوز أدخن دولة عربية. فكروا، حتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله.